الو الو برنامج انا والنجوم وهواك. ايوه عرفني. ممكن اكلم الاستاذ اسامه منير لو سمحت؟ انا اسامه، اتفضل تحت امرك. استاذ اسامه، استاذ اسامه، انا اسمي مش عارف اسمك؟ لا يا فندم، بس انا مش عارف ابتدي منين. طب خد بق مي. حاضر. استاذ اسامه، انا اسمي هاني. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. ازيك يا هاني؟ الحمد لله. استاذ اسامه مرتبط يا هاني؟ ايوه، انا اسمي هاني رمزي الممثل. هاني ازيك؟ اهلا استاذ اسامه، ازي حضرتك؟ أنا فعلا يعني مرتبط. نعم؟ كم سنة يا هاني؟ وليه الكبسة ديت يعني؟ يا أستاذ أسامة، ده معروف إنك أنت جنتلمان يعني. أنت مرتبط؟ أيوه يا فندم، عندي مسلسلين وفيلم. كده يبقى ناقص لك برنامج وتطلع بره. عملته يا أسامة، صدقني عملت البرنامج، وهو ده سبب مشكلتي الحقيقة. وعشان كده أنا بكلمك. عندي الحقيقة مشكلتين. المشكلة الأولانية إن البرنامج مش عاجب الحكومة خالص ولا عاجب الجماعة. لا لا لا، كله إلا الجماعة. لا، الجماعة والولاد دول أهم حاجة في حياتنا. أيوة، لا أنا أقصد الجماعة التانية. لا ده موضوعك بقى. والمشكلة التانية الحقيقة، لما جيت أقدم البرنامج وعدت كل جمهوري إن لازم يبقى ضيفي في حلقة من الحلقات أسامة منير. ممكن يا أسامة؟ ثانية واحدة، أتحزم وأجيلك.